مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية، فتعالوا معنا لكي نتابع أهم أحداث هذا الأسبوع. افتتح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية ثاني فعالية من فعاليات منتدى حوارات الإسكندرية التي تعقدها مكتبة الإسكندرية تحت عنوان السياسة والفن، علاقات جدلية وسياقات مشتركة. اسمحوا لي في البداية أن يعني أوضح بشكل يعني بسيط جدا لماذا الاهتمام بهذا الموضوع، ولماذا عندما طرح هذا الموضوع تحمست له حماسا كثيرا، لأني أؤمن إيمانا راسخا بأن الجانب الأدبي والجانب الفني والجانب الإبداعي ضروري جدا في تنمية المجتمعات، وأنه لا سبيل إلى إقامة مجتمع حر مستقيم مدني بالمعنى الذي تعنيه كلمة المدنية إلا إذا كان الإبداع فيه له مكانة، وإلا إذا كانت الذائقة الجمالية فيه منتشرة ويعني ويتم تعلمها من خلال المدارس ومن خلال الجامعات ومن خلال المراكز الفنية المختلفة. حوارات الإسكندرية هو ملتقى مفتوح للجمهور بينظمه مركز الدراسات الاستراتيجية. احنا تم يعني توكيل او تفويض مركز الدراسات الاستراتيجية من قبل الأستاذ دكتور أحمد زايد. احنا ننظم اول ملتقيين، الحوار الاول كان عن الأمن المائي المصري، والحوار الثاني كان اللي احنا بنشهده اليوم حول جدلية العلاقة والمسارات المشتركة بين الفن والسياسة. حوارات الإسكندرية الهدف منها ان احنا نخلق نوع من الحوار بين الجمهور ورواد مكتبة إسكندرية في موضوعات متنوعة ثقافية وسياسية واقتصادية، ونخلق حالة من الحوار بين المنصة والمتحدثين في كل حلقة نقاشية او كل حوار. والحمد لله احنا نجحنا في تنظيم ملتقيين حتى الان، الحوار الاول والحوار الثاني، وعلى مدار العام ان شاء الله هيكون في حوالي 5 ملتقيات تانيين يعني ان شاء الله. بحب اثني على اختيار المشاركين الاساسيين دكتورة دوريا شرف الدين ودكتورة اشرف زكي، لانه هذا الاختيار بيعكس من الناحية العملية عنوان الندوة. كل واحد منهم جاي من خلفية مختلفة لكن اتنقل لخلفية التاني. دكتورة دوريا شرف الدين جت من خلفية سياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، واتنقلت بعد كده للاهتمام بالفن سواء في التلفزيون او في الكتابة او طبعا كونها وزيرة اعلام الى اخره. دكتور أشرف زكي جاء من خلفية، هو طبعا دارس أساسا تجارة لكن اشتغل بعد كده بالفن، ومع اشتغاله بالفن ابتدت السياسة تجذبه لمجالات بتتناول قضايا سياسية مهمة. اشتغل في الاختيار واشتغل في خالة الصفية والدير واشتغل في عدد كبير من الأعمال. كلمتي ركزت على النقطة دي بالتحديد، إنه المجتمع الفن ليس مجرد مرآة عكسة للمجتمع ولا هو مطرقة للمجتمع زي ما بريخت قال، لكن المجتمع طبعا بيأثر على الفن لأنه ما يقدرش ينفصل عنه. لو الفن انفصل وانعزل هيبقى فن غير واقعي والناس هتنصرف عن مشاهدة الفن، لكن كمان الفن عنده دور في عملية ترقية المجتمع، وترقية المجتمع بقى بكل جوانبه فكريا وثقافيا وهو إلى آخره، لكن كمان إثارت قضايا تتعلق بالعملية السياسية أو الأنشطة السياسية إلى آخره. نظمت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة سنجور المنتدى الدولي المشترك لشباب الخريجين من الجامعات الإفريقية، والذي يحمل عنوان
المستقبل ينتمي لإفريقيا، رسم الطريق وخلق آفاق جديدة للتعليم. النهاردة يعني يمكن أول نسخة لينا نعملها مع جامعة سنغور، وحبينا أن يكون في جمع من الجامعات المختلفة، المشاركين من المتحدثين سواء من الجامعة الأمريكية أو من طبعا من وزارة التعليم العالي، شرفنا أن يكون معنا مساعد الوزير، علشان نكون حريصين أن يكون الخريج على قدرة كبيرة أنه يختلط في المجتمع وكمان يلاقي فرصة أفضل للعمل. مش موضوع أنك تدخل الجامعة وتتخرج وتقعد تدور على وظيفة، إزاي تديفلوب يورسيلف، إزاي تشوف الفرص. فجبنا أكتر من كيس ستادي وأكتر من طرح مختلف لعملية التعليم العالي وإزاي المرحلة الجامعية هي مرحلة تحضيرية لسوق العمل. فكان لازم نكون ملمين بالمعطيات الموجودة في أفريقيا علشان الخريج سواء طبعا في الدول الأفريقية وبالذات في مصر طبعا يهمنا أن الموضوع نستفيد منه ويستفيد منه خريج الجامعات المصرية. مكتب اسكندرية وجامعة سنغور بينسقوا معنا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أكتر من شهر ونص على المؤتمر ده، ومن اهتمام الوزارة بالمشاركة في المؤتمر الحقيقة يعني فرصة هائلة أن نتعرف على التعاون إزاي مع أفريقيا وعلى الموضوع المهم لربط التعليم بفرص العمل. المناقشات الحقيقة كانت يعني حاسمة جدا النهاردة في ضرورة التوجه ناحية رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن يحصل دعم سواء على المستوى حكومي أو من منظمات الغير حكومية الـ NGOs العاملة أو من المستثمرين أو من المصانع لتنمية هذا المجال، لأن المستقبل للمهارات الجديدة والوظائف الجديدة معتمد على تنمية الشباب لمهاراتهم من هم مهارات مستمرة، تدريب مستمر، ما يبقاش فقط معتمد على الدراسة الجامعية التقليدية، لازم يحصل تنمية مستمرة وربط بالمهارات العملية جنب الدراسة العلمية. الأكاديمية دائما وأبدا بتبقى فخورة أنها بتشارك مع المكتبة long time ago يعني، فأي طلب من المكتبة للأكاديمية احنا لازم نلبيه فورا. فمشاركتنا النهاردة ما كانتش مشاركة شخصية بس، لا كانت مشاركة بتمثيل للأكاديمية، وأعتقد حضراتكم لاحظتم أن في موجود عدد من الطلبة اللي من جنسية جيبوتي موجودين معنا وهم من أفريقيا، فعشان كده احنا بنهتم بأفريقيا واهتمامنا بأفريقيا والدول العربية بيجي دايما بمشاركتنا. فاحنا شاركنا بعدد من الأودينس الطلبة الجيبوتيين بلس بعض الأساتذة أعضاء هيئة التدريس كانوا موجودين برضو، وأنا كنت مشارك as a chair للبانل رقم 2 اللي شرفت ان انا بقى موجود فيه، ودي مش لأول مرة ليا حقيقة. أنا مرات عديدة قبل كده as a chair panels في الإيفنتات بتاعة مكتبة اسكندرية. قدمت أوركسترا مكتبة الإسكندرية التابعة لمركز الفنون بقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة حفلاً موسيقياً تحت عنوان أمسية مع موسيقى الباروك. مشاهدينا الأعزاء، ندعوكم لمتابعة قناة مكتبة الإسكندرية على موقع اليوتيوب
والصفحة الخاصة باستوديو مكتبة الإسكندرية على مواقع التواصل الاجتماعي. وللتعرف على كل ما هو جديد زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت، وانتظرونا في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية.